حسن قوقية، الحالة اللي كانت ممكن أن تحدث الفارق في المباراة، إضاعة هدف محقق. ما أعرف هنا أنا يعني كلاعب وأنت كمدرب، هاي الحالة كابتن، اي شفتها يعني أريدك تتحدث لي عنها وتشرح لي عنها فنيا. شفتها بالمباريات فنيا، فنيا هو تكنيك خاطئ، تكنيك خاطئ اللي أشار إلى الكابتن علي أنه الكرة ارتفعت من الأرض. لا، هو كان سدد الكرة بالجزء الأسفل من قدمه وأكتافه للخلف، وهاي هذا التمركز يعني بالعملية الفيزيائية يجعل الكرة تذهب للأعلى. التسرع هذن كلهن أشياء، خلينا نقول إذا شاهدها، شوف إذا شاهدها حضرتك من أسفل الكرة وبأسفل القدم وكأكتافه للخلف، وهاي العملية عملية تكنيك خاطئ. تسرع ما أدري شنو هذا كلها تأتي بعد هذا التصرف المهاري، تصرف مهاري غير صحيح بالنسبة للاعب منتخب وطني، وهذا طبيعي بكرة القدم. ما كرة القدم مو كرة سلة كل هجمة لازم هدف لازم هدف، لا، إضاعة الفرصة طبيعية، لكنه هاي العملية التكتيكية تكررت؟ لا ما تكررت. معظم الهجمات لفريق الزوراء كانت خارج أو من خارج منطقة الجزاء، أو اللاعبين فريق الميناء اللي لعب بطريقة محكمة خصوصا بالشوط الثاني ما اجتازت دفاعاته، فريق الزوراء ما اجتاز دفاعاته بالشوط الأول حثت هاي. أعتقد الخلل كان واضح بعمق الدفاع وبرقم 10 اللي كان ما موجود أصلا لاعب رقم 10 في فريق الزوراء، زائدا الكرات من تنتهي لليمين ولليسار، لليمين أفضل، لليمين حتى خطر الموضوع ووصل وكان ممكن أن يسجل، لكنه معظم تركيزهم على جهة اليسار والاعتماد على لاعب تكنيكه وذهنيته ووضعه النفسي أو وضعه المهاري غير جيد اللي هو اللاعب المحترف. حتى الهدف اللي على الزوراء كانت يعني كلها خطأ.